أقوى هاتف على وجه الأرض. تصميم هذا الجهاز ولا أروع ومخصص للألعاب بمزايا رهيبة، مواصفات تتفوق على أي هاتف، ذاكرة بتوصل ل 18 جيجا يعني بينافس اللابتوبات، واحد من أقوى المعالجات الموجود بالسوق، بإضافة لكرت شاشة منفصل بيعطي أداء خرافي، وبكبسة واحدة بتفعل مروحة RGB بهذا الهاتف، نعم وحتى بصوت المراوح العادية. فتحة تهوية، تصميم من المعدن مع تصميم شفاف بيورجيك بداخل هذا الهاتف، وأكيد شاشة كاملة بدون أي قطع، بالإضافة لتريجرز بسرعة استجابة عالية لحتى تلعب ألعابك يعني بأفضل تجربة. مواصفات رهيبة بالريد ماجيك 7 برو. عم حكينا كل المواصفات، فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعنا بهذا الفيديو المليء بالحماس والمواصفات مع هذا الهاتف الخارق الحرق الجميل. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، حاب تعرف عن مواصفات أكثر بهذا الهاتف، سعر شراء، كلياته راح يكون موجود باللينك الموجود او الرابط موجود، ضروري تروح تشوفه، لانه بصراحه بوقت تصوير هذا الفيديو ما كان عندي المعلومات الكافيه عن الاسعار والشراء، لهيك شوف الرابط ومن خلاله انت بامكانك انك تشتري هذا الهاتف، وبتدعمنا شوي اذا بتشتري من خلال الرابط الموجود، فتوجهوا عليه ومباشره نبدا الحديث اكثر واكثر عن هذا الهاتف. اكيد البدايه اصدقائي راح تكون بفتح صندوق ونتعرف على محتويات هذا الصندوق، اللي حتى صندوقه اصلا متميز وجميل، فنروح نعمل انبوكسنج سريع. بالبدايه اصدقائي راح شوف تصميم الصندوق المتميز والمليء بالديزاينات والحركات اللي بحكي لك، يعني أنا مخصص للألعاب لا تحكيني شيء ثاني. فمجموعة من الرسوم اللي بتشبه بتصميمها رسوم مارفل بشكل كبير، حركات الكوميكس رهيبة جدا وجميلة. من الخلف عم نشوف بعض المواصفات الأساسية لهذا الهاتف، ونفتح الصندوق بشكل سريع ورح يطلع لنا أكيد أول شيء هذا الهاتف الجميل يا جماعة، وطبعا أكيد معنا الكفر اللي بيجي بشكل متميز، بالإضافة للكابل الأحمر الجميل اللي بيميز يعني هاي الهواتف على طول بيكون موجود معهم، المره تايب سي لتايب سي، واكيد معنا الشاحن الخارق اللي بيجي معهم. طبعا الشاحن هون بيعطي طاقه المفروض لحد 65 واط. هاي فتح صندوق سريع. طب اصدقائي البدايه اكيد مع تصميم هذا الهاتف الجميل، فبدايه بنلاحظ انه معنا شاشه مسطحه ولا كيرف ولا اي انحناء ولا انطعاج، فالامور تمام. بالنسبه للحفاف راح تكون كلها ايضا مسطحه والمسكه فيها جدا مريحه يا جماعه، هذا التصميم الانسب لكل هواتف، رجاء كل الشركات بدكم تحكوا بتقلدوا بعضكم تعملوا اي شيء بس اعملوا هيك بهالشكل. طيب بعدها ننتقل نشوف شو الاشياء اللي معنا على جسم الهاتف لانه مليء. نبدا من الاعلى يا جماعه، اول شيء راح نشوف في عندنا سبيكر، وايضا معنا مدخل ال 3.5 هون، فموجود معنا يعني بتحط سماعاتك وامورك تمام، بدعم سماعات الهاي ريز يعني شيء مرتب. نروح لتحت معنا ايضا سماعه ثانيه، فاذا هون عندنا دول سبيكر، وبالتالي بيعطينا صوت ستيريو متميز جدا جايين بالحديث عنه، وراح نشوف اكيد مدخل سيم ومدخل الشحن. للجهه اليمين واللي هي مليئه بالاشياء، عندنا من الاعلى ومن اسفل التريجرز الخاصين بالالعاب، لعيبه ببجي كلهم بيعرفوها واكيد الالعاب الثانيه راح تستخدمها فيها. عندنا هون مكان للتهويه بيطلع منه الهواء تبع المروحه، خفض الصوت ورفع الصوت، واخر شيء عندنا زر الباور. من الجهه الثانيه عندنا هذا الزر الاحمر الصغير اللي قاعد لحاله، واللي هو عباره عن قنبله نوويه موجوده بهذا الهاتف، متى ما تشغله بيدخلك على مكان الالعاب وبرفع المستوى لأعلى شيء. نروح الآن للمواصفات ونيجي بالحديث بعدين عن التجارب. أول شيء عنا هاي الشاشة المسطحة الجميلة، فبنحكي هون أصدقائي عن شاشة بحجم 6.8 إنش، حجم متميز جدا. الآن ليش 6.8 إنش؟ موضوع ضروري نعرفه هون، إنه هذا الهاتف كونه مخصص ألعاب فبالتالي هو ما بده يقاطعك بأي شيء، شاشة كاملة حواف ضيقة والكاميرا تحت الشاشة الأمامية، بنحكي احنا عن كاميرا السيلفي. طبعا الشاشة بتيجي أموليد بتردد 120 هرتز. هلا بعرف أول شيء راح نحكيه إنه هاي الشاشة 120 هرتز، لكن الشاشة السنة الماضية كانت أسرع من هيك، شو القصة؟ بنحكي بفئة البرو. بصراحة هل احنا بحاجة للسرعات الجنونية بالشاشات إذا كانت سواء كانت 144 ولا 165 عن تجربة؟ أكثر من 120 حاليا أنا بشوف ما في داعي، لو عبارة عن صرف وهدر للطاقة زيادة عن اللزوم، مو لأنه الآن عم براجع بس بعد تجربة ومقارنة بكتفي
اختفي بال 120 حاليا نحكي بهي السنه، لسنوات اللي بعدها يعني يخلق الله ما لا تعلمون. هاي بالنسبه للحديث عن الشاشه. الان نروح للحديث نحكي عن القوه الصاروخيه الانفجاريه بهذا الهاتف. فبنحكي احنا عن معالج سناب دراجون 8 جن 1. راح تحكي لي موجود بكثير هواتف، لكن يا جماعه اعطاني قوه غريبه بهذا الجهاز. اكون معكم صريح، اولا التبريد العالي اللي موجود بالجهاز، المروحه الاضافيه اللي عم شغلها مورجيكم اياها بهذا الشكل، واللي بتطلع صوت للامانه الصوت عالي، فاكيد انت كلاعب يعني سامعين، انت كلاعب هذا الشيء ما بيعني لك، لانه راح تكون حاط سماعاتك ومندمج باللعبه، فبيهمك تاخذ طاقه عاليه. بالاضافه لشيء راح يشوفه موجود كثير ويحكوا عنه كثير بهذا الهاتف، لشريحه منفصله اسمها ريد كور 1، بتعطينا اداء بالجرافيكس شيء عظيم يا جماعه. التجارب اللي خضع لها هذا الهاتف اعتقد انه ما راح تشوفوها ولا باي مكان باليوتيوب. نكمل على السريع مواصفات ونروح على هاي التجارب. بالإضافة للذواكر الموجودة هون يا جماعة، بنحكي إحنا عن ذاكرة 18 جيجا. هذا الرقم يمكن ما نسمعه يعني بالأيام هاي بهيك هواتف، لأنه بصراحة رقم مرتفع كثير. الآن شو راح يفيدنا بالبرامج المتعددة؟ بصراحة الأداء كان يعني مو طبيعي، فتح تطبيقات قد ما كان الأمور يعني سليمة. هون لازم نحن نوضح شغلة، إنه الدفعة الأولى راح تنباع من هاي الهواتف راح تيجي ب 16 جيجا، هاي بالبداية، بعدين ممكن يتوافر 18 حتى نكون واضحين بهذا الأمر، لكن هاي النسخة اللي معي هي نسخة 18. وزن الهاتف يا جماعة بصراحة الهاتف مو خفيف، فبيجي 235 جرام. العادة ما بيركز على هاي الأمور، لكن لأنه الهاتف فعلا يعني وازن مع حجم ما بتحسه كثير كبير، فلا يعتبر وزنه جيد. اللي بيراجعوا هذا الهاتف عطول بيحكي لك أنه أخي ما بنركز على الكاميرات، شو ما أجت، لانه هذا مو هاتف للتصوير. انا برايي ما فيك شيء اسمه، انت بدك تشتري هاتف، بدك تستثمر بهاتف، لازم يكون في كل الباكج كامله. الكاميرات هون بصراحه ده ممتاز، ممتاز مو عادي او مقبول، لا ممتاز، بس انسى الكاميرا السيلفي، يعني خلينا نلغيها، راح اصور انا وعم بحكي معكم، وهي الكاميرا يا جماعه قدامكم راح امسحها طرق القديمه، حتى ما تفكروا انه اللي عم بتشوفوه هو عباره أنا مو عارف كيف بدي أحط هذا الفيديو بصراحة على اليوتيوب، يعني هذا لازم كأنه هيك فيديو مسرب من هاتف قديم بدون ما نذكر اسم الشركة. شيء غريب يعني اللي عم تشوفوه، أنا عارف هون على الجنب، لكن هذا هي الكاميرا الأمامية لأنها تحت الشاشة. أنا برأيي لو لغوها بالمرة وخلوا الناس يحكوا عليهم أحسن ما يحطوا هاي الكاميرا. هاي الكاميرا ما بدنا إياها، انسى. كاميرات الخلفية يا جماعة، عنا مجموعة من الكاميرات اللي هي مثل مشافين، عنا ثلاث كاميرات أساسية. عنا كاميرا التصوير 64 ميجا، تصوير جميل بيوصل بالفيديو لحد 8K. بدنا 8K ما بدنا 8K هذا برجع لك، لكن اللي شفته تصوير 4K ثبات، الصور العادية شيء رهيب، التصوير الليلي جميل جدا فيه. في أمور عم بستغربها بهذا الهاتف. طيب كاميرات الثانية عنا 8 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل. الزاوية العريضة بصراحة عجبني العرض اللي فيها، واسعة منيح، والدستورشن فيها موجود لكن مو مزعج أبدا، تقريبا مو كثير بصراحة مهتم فيه. وأيضا فيها يعني أوضاع تصوير كمية هائلة، فرح نروح عليهم نتفرج. في عندك شيء اسمه كاميرا فاميلي عاملينه، واللي هي عائلة التصوير يعني، أو عائلة الكاميرات الموجودة. بلش بشيء اسمه ستار تريل، تصوير النجوم، إلكترون كابتشر اللي بتتحكم أنت بنفس الفتحة العدسة، تصوير بطيء، مالتي إكسبوجر واللي هو بيعطي هذا طبقة البياض وراها بتركب أي صورة. في أشياء كثير لازم تكون أنت شوي بتعرف بالتصوير حتى تعرفه. عندك تصوير ماكرو، تصوير ماكرو غريب وحلو يعني بهذا الهاتف، تصوير كلون بتعمل نسختين، عنا شيء اسمه فريز فريم، عنا زوم بلير، ما هذا مو كثير حبيته. في عندك تصوير الاي دي، إذا بدك تعمل صورة إلك تحطها لبطاقة أو لباسبورت أو أي شيء، فيك تاخذها بيعطيك إطار وكل شيء حلو. عندك تصوير نمط الفلوج واللي هو بيساعد على موضوع تصوير الفيديوهات الطولية السريعة، انستغرام ستوريز أو حتى تيك توك، هذا شيء جميل. عنا شيء اسمه آرت كاميرا، في عندك شيء رسم بالضوء كمان، يعني في شغلات جاهزة وحركات حلوة. بصراحة فاجأني بكمية الأوضاع التصوير الموجودة بهذا الهاتف والحركات اللي بيعملها. أنا فيني أعتمد على كاميرته الأساسية، بس بحكي من ناحية تصوير شوية صور وفيديوهات هون ممكن يكون هذا الهاتف معي بشكل أساسي، لأنه بصراحة قدم لي تجربة جميلة. عم بتشوفوا كل الصور والفيديوهات كلها مصورة هذا الهاتف بدون أي تعديل. الآن ننتقل للحديث عن البطارية بهذا الهاتف يا جماعة، وبيجي ببطارية عملاقة بتوصل لحد 5000 ميلي أمبير وشحن صاروخي 65 واط. تظبيط المعالج مع هاي البطارية عطاني تقريبا أداء نحكي يعني يوم كامل استخدام عادي على الضغط المضبوط والاختبارات. لا البطارية يعني راحت يعني ما تحملت كثير، لكن أكيد أنت ما راح تشتغل هيك، وشحن سريع بيفل البطارية بسرعة كبيرة. الآن خلينا نروح للفقرة الأهم يا جماعة، المواصفات ما كثير بحب أظني أحكي فيها. نحكي عن
عالم هذا الجهاز من ناحية الألعاب والقوة الخارقة اللي بيقدمها. أول شيء راح تلاحظوا أنت أكيد عنا الموضوع التريجرز موجودين هم بالأعلى، عنا أكيد دبل أو دول تريجر بيجوا بتردد 500 هيرتز، بالتالي استجابة صاروخية سريعة ما ممكن يكون في أي لاج بين يعني شوتينج او الرماية اللي انت بتعملها او بين اي شيء اي امر بتعطيهم اياه. اكيد امكانية التخصيص وتحط الكبسات وما بدك انت، فبالتالي هدول بصيروا يشتغلوا بالطريقة اللي انت بدك. هاي اول نقطة. النقطة الثانية، انت في عندك مروحة تبريد بتشغلها وبتلعب ترفع يعني كل الاداء الهاتف لانه خلاص معالجة امن له تبريد بالتالي بيعطي. اصدقائي بتجربة الالعاب واختبار الالعاب، ببجي شوربة كانت على هذا الهاتف. لعبة ثانية واللي هي من الالعاب بتحدث عنها بشكل كبير اللي هي جنشن او غنشن، بخربط باسمها، اسمها شوي غريب، لعبة يبدو انها يابانية او صينية، هاي بتاكل الجهاز اكل يا جماعة. بالنسبة لهذا الهاتف كان ولا اسلس منها ولا احلى من اللعب، شو ما كانت الجرافيكس عم يشغلها وبدون اي مشاكل بفضل، برجع باكد قوة التبريد بهذا الهاتف. بالنسبة للاختبارات يا جماعة، راح ابلش احط الاختبارات الان لصدقا انا ما شفت حدا عملها كلياتها يعني، وبلش اعطيكم النتائج وشوفوا كيف الجهاز تعامل معها وبنمشي واحدة واحدة، والارقام اللي حققت بهذا الهاتف عم تكون من أعلى الأرقام مقارنة بباقي هواتف، وراح أنزل فيديو مخصص لهذا الشيء مقارنة بنحكي المعالجات وبالأداء. وبالانتقال للاختبارات، عنا بداية اختبارات 3D Mark واللي هي معروفة لاختبارات الكمبيوتر لكن في منها نسخة على الموبايل. راح نعمل اختبار الوايد لايف واللي هو بضغط الهاتف بشكل كبير. وبعد انتهاء الاختبارات أصدقائي النتائج طلعت معنا، السكور طلع 10099، رقم يعتبر هائل جدا. خلوا هاي الأرقام عندكم بالمقارنة مع باقي الهواتف رح تشوفوا الفرق يعني اللي طلع معنا. أما اختبارنا الثاني أيضا من نفس اختبارات 3D Mark لكن رح نروح على اختبار السلينج شوت واللي هو اختبار بضغط الجي بي يو أو معالج الرسوميات بشكل هائل يا جماعة. هون رح تصير تشعر الهاتف يعني بلش يشتغل مظبوط، فالنتائج هون كانت رهيبة يعني كتب لي ماكس اوت، فالسكور كان عالي جدا، والاهم انه ايضا درجات الحرارة كانت معتدلة، فبنحكي احنا اعلى شيء وصل له 39، الفريمات وصلت لحد 120، ففي استقرار يعني. اما المتوسط الفريمات كان تقريبا بالتسعين، فالوضع يعتبر جدا ممتاز. اختبارنا التالي اصدقائي واللي هو CPU throttling واللي هو يعني من اسمه بيضغط المعالج بخنق المعالج خنق وبيشوف لو في فعلا في عن اختناقات أو أماكن ممكن ينزل فيها الأداء، لكن فعلا كان أداء مستقر، كان درجات الحرارة مستقرة يا جماعة. وهنا بركز بشكل كبير على درجات الحرارة لأنه أكيد بس يشتغل الجهاز فرح تطلع درجات الحرارة، لو طلعت بشكل كبير فبالتالي أداء رح ينخفض. اختبارنا التالي أصدقائي واللي هو واحد أكيد من الاختبارات المهمة وأكيد اللي هو الجيك بنش، السكور اللي طلع يا جماعة يعني كل واحد يجرب هاتفه ويحط المقارنة ويشوف الرقم. عنا على السنجل كور طلع عنا 1245، عنا على المالتي كور 3703. لحتى أعطيك تصور عن هذا الموضوع يعني أجهزة بمواصفات عالية بأسعار بدون ما نحكي أسماء يعني وصلت 1200 دولار، طلعت السنجل كور بال700 والمالتي كور ب3000، فالفروقات عالية. أما بالانتقال لآخر اختبار عنا واللي هو PC Mark يا جماعة، هذا الاختبار غريب عجيب يعني، أول شيء استهلك وقت طويل، ثانيا فعلا ضغط الجهاز بشكل كبير، فممكن أجهزة ما تتحمل تفصل. الدرجة النهائية كانت عندي 13361، وخليني أحكي لك هي تعتبر يعني قيمة عالية. الحرارة كانت مقبولة وصلت للأربعين لكن الأمور تمام. البطارية صار فيها انخفاض أثناء الاختبار أكيد لأنه كان الضغط هائل جدا على هذا الهاتف، لكن بالنتيجة تعتبر يعني الأرقام عالية جدا بهذا الهاتف. هيك احنا شفنا اهم المواصفات اللي بتيجي بهذا الهاتف. مميزات هذا الهاتف بصراحة كبيرة يا جماعة، احنا بنحكي عن هاتف يعني بكل هاي القدرات، عم نحكي بسعر بمتناول الجميع، برجع بذكر لحتى تتعرفوا على اسعار اكثر واكثر في رابط بصندوق الوصف، روحوا شوفوه امكانكم اكيد كمان تشتروا من خلاله هذا الهاتف. يعني احنا بنحكي ايضا عن موضوع فتحات التهوية، عنا بهذا الهاتف 3 فتحات تهوية، فبالتالي انت مأمن يعني حركة للهواء سلسة وبدون اي مشاكل. الهاتف تستخدمه للاستخدام اليومي بكل بساطة، وعندنا القفل بيكون عن طريق البصمة الضوئية الصاروخية يعني جد
بتكبس بتفتح مباشرة بدون إخطاء. تصميمه جميل، أنا بشوفه من الخيارات الرائعة جدا. بلش يتوافروا عنا بالدول العربية، فيك تشتريه إذا أنت خصوصي موجود بدول الخليج ما عندك مشاكل من ناحية الجمرك، بكل بساطة بتجيبه، تحصل على مواصفات فعلا تعتبر عالية. يعني هي خلاصة تجربتي مع هذا الهاتف. بعتقد أنه ممكن ننزل أشياء ثانية تكون مقارنات. النظام التشغيلي اللي فيه جميل، الواجهة عم بيصير عليها تحديثات، أنا ما بشوف فيها أي مشاكل. تصميم يعني ممكن في ناس يعجبهم ممكن لا، لكن استجابتها صاروخية سريعة. نحكي هون عن أندرويد إحنا 12، رح يوصلك أكيد كل التحديثات سواء أمنية سواء كل شيء، فما عندك أي مشكلة. أول ما استلمت الهاتف مباشرة افتح وحدث. أصدقائي المواصفات الموجودة بهذا الهاتف صراحة كثيرة، ما بدي الفيديو يطول أكثر من هيك، لكن حبيت أغطي أكبر قدر ممكن فيها. أي سؤال أي استفسار اكتبوا لي بصندوق التعليقات، حابين تعرفوا على أشياء أكثر ممكن برجع بأكد نعمل فيديو عنه، لأنه صراحة الجهاز عجبني وبحتاج يعني أن الواحد يحكي عنه أكثر وأكثر. أصدقائي هيك وصلنا لنهاية الفيديو، باستمرار بذكر أكيد بالاشتراك بالقناة، وضروري جدا تفعلوا زر الجرس، قسم كبير منكم ما فعلوا فبالتالي ما عم توصلك هاي الفيديوهات الرهيبة. لا تنسونا أكيد أيضا من اللايك وشارك الفيديو مع أصدقائكم. كما معكم عبيدة من قناة تكتوبيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.